نكون حاضر معكم اليوم في هذا المهرجان الرائع وتحفظ استقبال رائع والجمهور جميل جدا. كنبقى صراحة كنتسنى امتى نطلع باش نقدم شي حاجة اللي تلقى وتعجب الجمهور اللي حاضر معنا. نعم عبد العالي انوار، يعني جبتي يعني الريبيرتوار ديال الاغنية المغربية كامل كتحاول تحينوا، يعني متى سيخرج عبد العالي انوار من الكوفر؟ يعني الحمد لله بالعكس، انا هذاك واحد عبد العالي انوار، عبد العالي انوار هو الناس الفاصلة اللي كتبقى غادي تلبس مجموعة من الاغاني. الحمد لله انا هذيك الاغنية علاش تربيت وعلاش كبرت وفيها تعلمت وباقي حتى كناكل بها الطبق الفلسطيني. يعني انا كنحاول ندير ليماج ديالي اغاني الطربيه العربيه بالرتبه، لان هذه الجهه اللي كاينه بحرا وعيب ما عرفش بزاف الاغاني، والحمد لله توفقت في المساله وصلت بزاف الاغاني لهذه الجهه هذا، منهم عطشانه، منهم داك الغافل، منهم هذا شي حاج اللي كانوا معروفين بواحد الوقت وتنساو شويه، والحمد لله قدمت لهم هذه الجهه الان فيما مشيتي كتسمعهم كيتغناو بهم تبارك الله هذا الجيل هذا. والحمد لله كما كان ديك هذا الشيء كنقدم جديد ديالي ليا ما كامل، كاين اغاني بزاف ديالي شحال الحمد لله خاصه حنا كنشاهدو كما ولينا. ليلى المنتخبة اصحاب البارود والكرامين
صحاب هما صحاب مجاش في بالي تفضو بالغزالي مجاش في بالي مجاش في بالي مجاش في بالي تفضو بالغزالي يا جلالي يا جلالي يا مولا غدالي